تقريبا بحال بحال ارمد في ايميلي الاحصائيات تقريبا كيحصاو ضرب في 81 عندنا واحد 80 ولا 100 صافي خاصك تدور سبا المدرسه راه كاين ديال الاستيب ان شاء الله راه غيزاو الاشغال كاين ثلاثه المدارس اللي غيكملوا ان شاء الله غرب هذوك اللي يجيبوا مختوم المركز ديال اسني راه بدا ان شاء الله اسنده كبار دابا الفرعيه ديال اسنده ان شاء الله راه بدا هنا في طنطا حتى هي راه غتكون ان شاء الله ديالهم جا ويصل البحث قالوا لهم الجنه كتكون قريب هذه طيحه هذه آه كانت طيحه كانت خطيره هذه اشوف هنا فيها بزاف ديال الفتاه خمسه ديال العائلات اللي كانوا ساكنين اللي بنت ساكنين عند خوتو مع العمام والزوجين كانوا في الدار ساكنين هاد فين كاين هاد الضوء اللي بغيتي فيهم مدرسه ديال الشقق ولكن صالح للزوج هذا هو جديد جمع كبير شهاد ديال الوفاة سجلتو من بعد موقع زنزانة الناس شكون جبد الناس بزاف الناس اخرين الناس تعاونوا بيناتهم جبدوا الناس فهاديك الليلة كل ما جبدوش الناس ديك الليلة اغلبية غيمنو صح اغلبية طول كانت في الامطار حيت كاع الديور هادو انت كنشوف دابا الدوار هذا اغلبية ديال الديور اغلبية ديال هذه هي الظلم شفتها العائلة تقاس من داخل الواقع كان هنا هو كان شفتو لا كان كان في هذاك واش تقاس مزيان المهم قال لك لا 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 واحد لابارتي هاد لابارتي اللي تقاس ولكن بالنسبه لهاد لابارتي الاخرى لا خليها مزيان باقي مفتوحه ولكن ما خدامينش ولكن هو راه الاشغال ديالو حيت جابوه مساعد معنا بالخير يعني هو واعد انه غادي يقوم بداك الشيء ديالو شي حاجه غيصير ان شاء الله هو غادي هادشي كيوراقو مروحو مشي.